باعوه صار ترارارم. اكو اسهل من هيك؟ بس قولولي كلش سهل وكلش حلو ويجنن. حبايبي شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. اشتاقت لكم طبعا. اليوم حبيت همينة اصور لكم فيديو بسيط وسريع همينه، وهو شلون اقضي يومي اليوم برمضان، لانه اليوم صدق ما عندي اي شيء، لا عندي عزومه ولا معزومه عند احد ولا اي شيء. اليوم رجعت الحياه تقريبا الالمانيه، فتحت المحلات المطاعم، فحناكل برا انا وصديقتي، عاجبنا نروح المطعم، احنا نموت عليه وكنا منتظرين هذا اليوم يرجع فارغ الصبر على مود نروح له. المهم اليوم ما كان عندي هواية اشياء اسويها، فكنت قاعدة بالبيت اشوفكم حياتي العادية شلون اقضي يعني اليومي بدون اي شغل او دراسة او اي شيء اليوم، لانه عندي اوف اليوم، كل شيء ما راح احضر للجامعة، كل شيء ما راح اقرا، كل شيء ما راح اسوي اليوم، هيك بس يعني لنفسي، بس يعني لي وللبيت. المهم عندي فشي اتعلمته من التيك توك، فتحيلة تجنن للناس اللي مثلا معزومين على مكان، معزومين بعيد ميلاد، او هم يريدون يلبسون تي شيرت، او مثلا الناس اللي عندها مظاهرات او فتشي ويريدون يطبعون عليه صورة، ومثلا ما عندهم وقت ينتظرون اسبوع لما تنطبع الصورة او هيك شيء. فمين راح اشوفكم اياه بيومي، فابقوا وياي، و مثل كالعادة لا تنسون تفعلون الجرس وتسووا لي سبسكرايب اللي جديدين اللي ما مشتركين بقناتي. وطبعا اتمنى انه هذا الفيديو همين تشاركوه بغير قنوات، او مثلا تدزوه لاحبابكم واصدقائكم، اكون مبتنة انكم على مود تكبر القناة. المهم احبكم كلش هواية وخليكم وياي. اوكي حبايبي، هسه خلصت، لميت الهدوم، كنست، مسحت الاخشاب، وهسه راح اشوفكم التريك اللي تعلمته اني بالجديد، تريك كلش حلو وسريع. جون هذا الورق، الورق اللي يسموه مال الطبخ، احنا هنا يسموه باك بابير، هنا اعتقد ورق الزبده يسموه، وهذا اللي يكون هيجي شو اسمه الفخش، هالتفوليا هاي يسموها، اللي واحد يغطي بيها الاكل وهيك شيء. تحتاجون مقص، تحتاجون صورتين، اي صوره، مو صورتين يعني ثلاث اربع صور، المهم تحتاجون صور تطبعوها من الانترنت، وانا طابعه هذول الروح والعمر والقلب وحياتي في دول عينهم ديما وديار. عندي تيشرتات اثنين هنا انا اشتريتهم، واحد قديم وواحد اشتريته جديد، كله على مود احاول يعني شو اسمه على مود هاي التجربه. تحتاجون الاوتي، انا حطيته طبعا هنا لانه ما عندي مع الاسف بعدني ميز مالت الاوتي، وفرشه البطانيه هنا، وهسه نشوف ايش راح نسوي. زو حبايبي، اول شيء هسه راح اسويه، عندي انا هاي الصوره اريدها هيك تقريبا تصير، البلوزات احطها على صفحه، راح اجي بهذا الفولية مالت الطعام، خل افتحها دقيقة، هيك يصير، راح افتحها هسه واحط الصورة مالت
القلايبين ماتي سو هيجي هسه راح اجي من هنا اقصها انه المهم تكفي. سويناها هسه راح اجي اسدها. من هاي الصفحة هم اسدها حتى لو تكون من ورا مخربطة مو مشكلة. سديتها هسه شفتوا هيك يضل هسه ارجع اصعد شوي يطلع الهواء. هسه هيك صارت من قدام هيجي ومن ورا هيجي. المهم هسه شنو راح اجيب التيشيرت اللي اريد احط على اللزقة. حجيب احطه هيج اوكي. وهسه اجيب هاي الصورة يعني مثلا انا اقول اريد هيج اسوي لها بوز هنا. اجيب هذا احطه هيج عليها وتي مالتي حار. بسم الله وابدو. باعوا هي لزقت اوكي بس منا من فوق ما لزقت زين. فهسه ايش راح اسوي لها؟ ارجع عليها مره ثانيه احطها هنا واجي اضغط هنا. دي ماتي اني اسفه دا اضرب بوجك اوتي قلبي. طبعا دي ما هسه بنشوف هذا الفيديو وتشوفني دا اضرب وجهها. سويته ويا بلايزر كلش حلو يطلع ومرتب. تقدرون انتم طبعا تسووه. وهاي هنا لازم مره ثانيه اسويها بس مع ذلك طلع كلش حلو. ان شاء الله يكون يعجبكم. وهسه راح نطلع اشوفكم بعد شويه. اقول لكم الصراحه بارده فنزعت جدي تاخذني الاخت. ولسه رايحين احنا ان شاء الله نفطر بمكان احنا كلش نحبه مثل ما قلت لكم. ووراها راح نرجع للبيت بيجي نشرب قهوة شوية لانه المحلات كلها على الساعة 10 تعزل والفطور يمنا الساعة 9 فما نلاحق نسوي شي هناك. ونتحلى طبعا لازم نتحلى. امنيتي اوصل السيارة سارة هيجي اسوي تنفتح الباب ماكو الا اظل اقولها ممكن تفتحي لي الباب. شكرا سمعتي صوتي صوت الشعب. دا يركض وراء ذا الرجال الشرطة ما اعرف ايش عنده بس شوية ركضت وراء من وقت فات من يما وعبارة من يما عدد. خلي شوفكم يا قريب بس رح نختار الاكل مالتنا.
نشوف شنو نجيب لنا. بتفكر الأخت. اللهم لك صمت وعلى رسالة. شذر على أكل أو نص ساعة لا 40 دقيقة هسه إجانا. تفضلوا ويانا حبايبي. خلي أحكي لكم فد شي سارة هسه قالت لي. احنا طبعا شفتوا الخبز اللي موجود على المياز اللي حاطيه. سارة كانت نطلع كانت تقول انا اصلا ما اكل خبز ابيض وهي شنو الصوص تغمزت تغمز بالخبز. قلت لها هاي اذا ما تحبي وما تاكلي هيك لهاد لو تحبي كان سويتي. انا ما باكله مع الباستا اوكي ممكن اغمسه بس يعني في ايام العاديه الاكل كله اخذناه ويانا كله من ورا ساره. قلت لها نطلب هوايه لانه راح نشبع. انا اعرف نفسي اتشهى اتشهى وبعدين من يجي الاكل ما اقدر اكمله. وبرضه راح ناكل حلو بس اي بس الحلو دائما عندنا مكان له. قهوه لازم والحلو قسم في المعده. اكو قسم دائما نقول لا تطب هناك الاكل العادي لانه هذا مكان للحلو. قهوه هذيك السياره طبعا سيارتها نسيت يعني بركتها طلعت قبل. استني امنيتك راح احقق امنيتك. خل نشوف والله صح تحققها. بس شويه امشي. الا اوصل. خل اشوف. ذيك الساعه وقفت من فتحت السياره. واحد. هسه شاهدين انتم اثنين. فتحت. يا رب خل نشوف هسه وين حنروح ناكل حلو. Gitmiyor başımın çaresiz ağrısı Sensiz çok kınıyor Ay kırıyor yürek ağrısı Yürek birbirini dinlemiyor Halim kötü bunu söylemiyor Gözlerim sensiz gülmüyor الحلو ردنا ماكو كل المحلات مع الأسف سادة. جبنا لنا هسه لاتا ماكياتو والظاهر حنرجع على لقمان بس هاي إذا مفتوح جزء هذا هم سد. خرينا كل دنيا. الله صار لنا ساعة نفتر من مكان المكان على مود بس نشوف إنها هاي المفتوحة نريد لأنه كان كلش عاجبنا ناكل وافل. يلا إن شاء الله غير مرة شو نسوي. ما المحز. هو الفطور ده يتأخر وذول قاعدين ده يسدون الساعة بالعشرة والدعش فما لحقنا. المهم هسه حنروح ندور نشوف إذا لقمة بعد فاتح وأشوفكم. إذا ما فاتح الله ما كتب لنا. شوفوا وين رجعنا. لا اصلا اللقمة والله راح نسمى نسمه على العيد تشوفوني الدعبل ما امشي. راح يذبحونا على عيد الفطر. اي أيوة والله بس شنو اليوم حاطين هوايه اشياء بيها زين. اشكركم على اللقمة. هوايه اشياء هم اللي حاطينها. لا 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 بس انا ذيك المره ما كانوا حاطين هالقد فراوله. شوفون وصلت بينا المرحلة انه مبوع ايش قاعد يحطون فيه. لنا ساعة ونص بنلف. واخيرا. بس حنرجع للبيت. بالعافية. والسارة ما عجبتها القهوة، هي طيبة بس قالت ما عبت راسي. تريد قهوة. تريد قهوة عربية قح هسه اسوي لها بالبيت. ليش اوقف؟ هاي لايف رياكشن. حبايبي انا البارحة ما لحقت اقف للش اسمه للفيديو. فهسه راح اقف له. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسون تسوون سبسكرايب وتفعلون الجرس وان شاء الله تعجبكم فيديوهاتي كلها. شكرا شكرا لكل شخص يدعمني ويعلق لي ويسوي لي لايك وفعل الجرس. ان شاء الله اشوفكم بفيديو جديد. وهسه حقوم احضر الفطور وهمينه شويه عندي كم تصوير. احبكم كل شوايه وباي باي.